أمر غير متوقع اكتشفه الطالب المدرسي أثناء ذهابه إلى المدرسة، لكن ما فعله بعد ذلك سبب حالة من الاندهاش لأسرته وجعله محط اهتمام وحديث الكثيرين في المنطقة التي يعيش بها، وخصوصاً وأن الأمر وصل إلى وسائل الإعلام أيضاً. فماذا حدث؟ لم يكن يتصور الطالب الذي يسير إلى مدرسته أن ما سيجده خلال الطريق سيحول حياته بشكل كبير ويجعله محط اهتمام للكثيرين ولا سيما في الإعلام. فتصرف الطالب الذي عثر على مبلغ كبير من المال أثناء سيره في الشارع أثناء ذهابه إلى المدرسة جعله نموذجاً لغيره ومثالاً يسعى الإعلام الأردني إلى تقديمه لغيره من الطلبة. البداية كانت مع الطالب عدي أبو عبيد الذي وجد مبلغاً مالياً كبيراً في الشارع العام قبل أيام، وقام بتسليمه لإدارة مدرسته التي سلمته بدورها إلى صاحب المال. وكان الطالب الذي يدرس في الصف العاشر بمدرسة عمار بن ياسر في منطقة الصريح بلواء بن عبيد عثر على مبلغ 3400 دينار في الشارع أثناء ذهابه إلى المدرسة. أمانة ذلك الطالب كانت محط إعجاب الكثيرين، حيث إنه وفور وصوله إلى المدرسة قام الطالب بتسليم المحفظة التي عثر بداخلها على المبلغ وهويات شخصية وأوراق ثبوتية إلى إدارة المدرسة. بدورها تواصلت الإدارة مع صاحب المحفظة بعد التعرف عليه من خلال الوثائق، تبين أنه مالك سوبرماركت في منطقة الصريح. ولاحقا قامت إدارة المدرسة بتكريم الطالب أبو عبيد تقديرا لأمانته، حيث اعتبر مدير المدرسة محمود الشياب تصرفه نموذجا يحتذى به، يعكس القيم الإسلامية النبيلة والشيم الأردنية الأصيلة. وأشاد الشياب بمثالية الطالب معتبرا أنه قدوة لزملائه على التصرف بنزاهة في المواقف المماثلة، ويعزز من أهمية التحلي بهذه القيم النبيلة. بدورها اهتمت بعض وسائل الإعلام الأردنية ولا سيما القنوات الفضائية بالتواصل مع الطالب لشكره على ما فعله وإبرازه لغيره من الطلبة والشباب كمثال للأمانة والأخلاق الرفيعة، حيث كان بإمكانه أن يحتفظ بالمال لنفسه دون أن يعرف أحد شيئا عن الأمر، لكن ما فعله عكس أخلاقه الرفيعة وحسن تربيته. وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحدث، حيث أشادوا بأمانة الطالب مؤكدين أن أسرته أحسنت تربيته، ومن حق والده أن يفخر بما فعله ابنه في غيابه وبدون تفكير، فهذا أمر عكس أخلاق والده ووالدته أيضا وكذلك جميع أفراد أسرته. بينما طالب آخرون بإبراز هذه النماذج الطلابية والشبابية للشباب الآخرين حتى يكونوا قدوة لهم بدلا من النماذج الأخرى السلبية التي تتسبب في تشويه الطلاب والشباب. فما رأيك فيما فعله ذلك الطالب؟